إذا كان الإنسان في موضع أو في بلد وفشلت فيه المنكرات فشوا كثيرا وما قدر على تغييرها، هل الأولى له بإطلاق أن يغادر؟ نعم، حينئذ إذا وجد طريقا للهجرة هاجر، وإلا اعتزل، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه بالأمس: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من البتر. لكن هذا سيفضي إلى شيوع المنكرات، وأنه لا، هذا محله على الأقل وجوده قد يكون له. إذا كان ينكر، ما دام ينكر فلا يفعل. نحن ذكرنا أنه إذا عجز عن الإنكار بالكلية وشاع في الأرض فساد ومنكر وليس فيها من يزجر، فهذا محل الخويصة.